أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. والبداية مع العناوين. البطريرك بتسبالا يدشن بيت مار أنطون البدواني في عمان. بعد استقرار الوضع الوبائي، عودة الصلوات في الكنائس اللاتينية إلى حالتها الطبيعية. المنظمة العربية للسياحة تهنئ جلالة الملك بفوز مادبك عاصمة السياحة العربية. وفيها أيضاً رفع الصليب الكريم المحيي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث أشار في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان إلى رحلة الحج الرسولية التي قام بها إلى بودابست وسلوفاكيا، داعياً المؤمنين بأن يحافظوا على الصلاة والتوبة في حياتهم ليجدوا فيها السلام والفرحة الذي يريده الله لهم. وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه على زيارته الرسولية إلى بودابست وسلوفاكيا، وقال: كانت زيارتي رحلة حج صلاة وحج إلى الجذور وحج رجاء. كانت المحطة الأولى في بودابست من أجل القداس الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي، حيث اجتمع شعب الله المقدس في يوم الرب أمام سر القربان المقدس الذي منه يولد ويتجدد باستمرار. واختتم حج الصلاة في سلوفاكيا في عيد مريم أم الأوجاع. أما الجانب الثاني من الزيارة فكان حجاً إلى الجذور، وقد أدركت قوة هذه الجذور في الاحتفال بالقداس الإلهي في الطقس البيزنطي، إذ شعرت بخفقان قلب الشعب المقدس المؤمن في الترانيم التي ألفت من الآلام الكثيرة التي عانى منها من أجل الإيمان. الجانب الثالث من الزيارة كان حج رجاء، وقد رأيت الكثير من الرجاء في عيون الشباب وفي أشخاص كثيرين يهتمون بغيرهم بصمت، وأقول إن هذا الرجاء يتحقق ويصبح واقعاً فقط إذا كنا معاً. هذا هو الطريق، أن نكون معاً، الذي يجعل المستقبل مليئاً بالرجاء. دشن غبطة بطريرك القدس اللاتين بير باتيستيا باتسبالا بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة في منطقة الطويفية بعمان. وبهذه المناسبة رأس غبطته قداساً إلهياً شارك به المطران ويليام الشوملي والمطران سليم الصايغ والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي وعدد من الكهنة وجمع غفير من المؤمنين. وأشار غبطته في عظته إلى أن الكهنة يخدمون الناس في كل سنين حياتهم، ولكنهم يحتاجون في يوم ما إلى رعاية، مقدماً الشكر للأب أنطون ولرعية العذراء الناصرية في الصوفية التي أخذت هذا المشروع على عاتقها وأكملته حتى النهاية. We are celebrating today a beautiful day, important day for the life of the church in Jordan. A parish of Sofia, decided to build a house for the retired priest, the elderly priest, in order to express their appreciation for their service for the life. Usually the priests give their life to the community. Today the community gives back something of what they received, the Eucharist, the sacraments, their service. And this is a beautiful example of how the church works and the life of the church. Thank God, thank the Holy Virgin, we are here to celebrate this beautiful event. وبعد إلقاء الكلمات التي أشادت بهذا العمل المبارك، وجه الأب هريمات كلمة أشار فيها
إلى أن هذا البيت هو ثمرة لمساهمات رعية العذراء الناصرية، حيث قدموه كعربون محبة وامتنان لجهود الكهنة الأجلاء. رايح بتاريخ البطرقية، هذا اليوم يكتب بحروف من الذهب لأول مرة بتاريخ البطرقية. هي الرعية اللي شفتوها ملتفة حول غبطة البطريرك، وكلها مبسوطة، كلها تضحك، كلها ليه؟ لأنه هي اللي بنت. كيف بنت؟ تعريف على تعريف، دينار على دينار، كل واحد قد ما بيقدر. ونشكر الله، نشكر الله إجا هذا البناء الفخم اللي شايفينه خلفي، غبطة البطريرك اليوم افتتحوا مع سيادة المطران ويليام ولفيف ومطران سليم، لفيف من الكاني، الكنيسة كانت مليانة، بريت الكنيسة، القاعة مليانة، كلياتهم مبسوطين. ليه؟ لأنه شافوا ثمرة عطائهم أثمر. وأنا بأكد لكل إنسان ساهم بالكثير أو بالقليل إنه كل حجر من أحجار هذا المبنى هي قطعة بخور، هي نعمة إله ولأولاده لعيلته لمرته لأولاده للأجيال القادمة. وأنا بشكر كل إنسان أعطى قليل أو كثير، أوكي؟ ونشكر الله الجميع ساهم، وما ذكرنا ولا أي اسم، لأن أبوك الذي يرى في الخفية هو اللي يجازيك. فما إحنا بدنا ربنا اللي يجازينا، ما بدنا الناس تزعف لنا، بدنا ربنا اللي يقول إلى كل واحد فينا أحسنت أيها العبد الأمين الحكيم، كنت أمينا على القليل سأقيمك على الكثير، أدخل نعيم ربك. وشكرا. على صعيد آخر، ترأس غبطة البطريرك بير باتيستا باتسبالا بطريرك القدس للاتين قداسا إلهيا بمناسبة قرب انتهاء خدمة سيادة المطران ويليام الشوملي في الأردن وانتقاله إلى مقر البطريركية في القدس. وقد شارك في القداس البطريرك فؤاد طوال والمطران سليم الصايغ والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماورو لالي ولفيف من كهنة البطريركية اللاتينية والشمامسة والراهبات. وألقى المطران الشوملي كلمة شكر فيها الحضور وقال: نحن سنبقى أسرة واحدة سواء خدمنا في الأردن أو فلسطين أو الجليل، وسنبقى أسرة واحدة وجسدا واحدا رأسه المسيح سواء خدمنا في الأردن أو فلسطين أو الجليل. لنعرج قليلا على كلام الله لنا في هذا اليوم. في الرسالة الأولى يخاطب بولس تلميذه تيموتاوس بكلام قوي وصريح، يقول له، بل يقول لكل واحد منا: أيها الحبيب، كن قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف. نعم إخوتي، نحن الأساقفة والكهنة والشمامسة والشضايقة نبشر مؤمنين بقدوتنا أكثر من كلامنا، وبسيرتنا ومحبتنا وإيماننا وعفتنا أكثر من وعظنا وتعليمنا. لكن ذلك لا يقلل من قيمة الوعظ والتعليم. لذا يواصل القديس بولس موصياً تلميذه: واظب على القراءة والتعليم. ويكرر نفس الكلام في موضع لاحق من الرسالة: انتبه لنفسك ولتعليمك وواظب على ذلك، فإنك إن فعلت خلصت نفسك والذين يستمعون إليك. وقبل ختام القداس الإلهي، ألقى البطريرك باتسبالا كلمة مقتضبة شكر فيها المطران الشومالي الذي وضع نفسه في خدمة كنيسة القدس أينما دعت الحاجة. كما ألقى الأب حنا كلداني كلمة أشار فيها إلى صفتين رئيسيتين تحلى بهما المطران الشومالي، هما الصدق والبساطة. من جهة ثانية، وخلال حفل نظمته الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن، كرم غبطة البطريرك باتسبالا طالبين متفوقين في نتائج الثانوية العامة، إضافة إلى عدد من المعلمات تقديراً لعطائهن في الحقل التربوي. حقيقة هذا مصدر فخر وسعادة كتير كبير إلنا في مدارسنا المسيحية وعلى مستوى أيضاً الكنيسة المحلية. اليوم أردنا الأمانة العامة بشكل عام، يعني بكل كوادرها، هيئتها الإدارية وكوادرها التعليمية والإدارية، اليوم أن نكرم هؤلاء الطالبين أحمد وجود تحت رعاية غبطة البطريرك بير باتيستا بيتزا بالا
لأن أكرر هذا مصدر فرح وفخر لنا جميعا، وهذا أيضا مؤشر على كل ما تقوم فيه به مدارسنا. يعني أود الإشارة هنا أنه أغلب المدارس في الأمان العام كانت معدلاتها أغلب الطلبة حصلوا على 90 وما فوق، هذا يدل أنه التعليم عن بعد كان له نتائج إيجابية جدا. ونحن في المدارس وحتى لو كان التعليم عن بعد أونلاين حققنا الهدف، المحتوى الأكاديمي لكل مادة كان يوصل للطلاب وما تأثروا نهائيا، والدليل على ذلك هالنتائج الطيبة اللي حققوها. نحكي لطلابنا ألف مبروك لأحمد ولجود ولكل طلابنا في مدارسنا المسيحية، منقول لهم أنتوا فخر لإلنا، وهذا بشكلنا دافع كتير كبير أنه نكمل رسالتنا في كل محبة، لأنه دائما الطالب هو هدف وجودنا. اليوم كان في تكريم في مطرانية اللاتين بحضور البطرك بير باتيستا، وبحب أشكره وأشكر الأب فراس نصراوين والأب وسام منصور. السنة كانت طويلة وصعبة، خصوصاً أن مرينا في ظروف استثنائية مرت فيها المملكة كاملة بسبب انقطاع التعليم الوجاهي، لكن المدرسة حرصت على التواصل عن طريق برامج تفاعلية مع الأساتذة، وكان في يعني تواصل جيد بينه وبين الأساتذة وحصص تفاعلية. هذا الأمر يعني سهل علينا السنة وساعدنا أن نحافظ على تركيزنا طوال السنة. بحب أشكر أول إشي رهبات الوردية شميساني مدرستي اللي ساهمت بهذا النجاح الكبير. بشكر سيستر كونشيتا على كل ما قدمته إلنا. بشكر البطرك بيير باتيستا على هاي اللفتة الحلوة يعني اللطيفة اللي دعمنا فيها وشجعنا لنكمل اللي بلشنا فيها. أقامت الكنيسة الأرثوذكسية خدمتها قداسي أحد متى 13، والذي يقع ليترجياً في الأحد 13 بعد عيد العنصرة المجيدة. وبهذه المناسبة رأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس في كنيسة القديس جوارجوس الهاشم الشمالي، حيث دعا سيادته خلال عظته أن نبادل محبة الله بالشكر والعرفان. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين. قديش مهم أبنائي إنه نتفاعل مع هاي المحبة اللي دائماً بترتب الصلاح في حياتنا، وأهم شيء إنه دائماً يكون هدف حياتنا اللي هو الخلاص. كتير مرات نحن منحط أهداف كتيرة إلنا في الحياة، وكل ما منكبر ومنعي أكتر للأمور مندرك إنه كل الأهداف اللي حطيناها هي أهداف أرضية دنيوية. إيش يعني أرضية دنيوية؟ يعني ما إلها قيمة ولا ثمن بعد الموت، يعني هي لهون للأرض. ولكن يسوع والكنيسة علمتنا أن نكنز كنوز للسماء. كتير مهم إنه هاي النظرة الروحية للعالم حوالينا تكون فينا مغروسة، حتى نقدر دائماً نكون بسلام وفرح، وبالتالي نكون دائماً أمامنا الملكوت السماوي وهدف حياتنا اللي هو الخلاص. أعادت البطريركية اللاتينية الصلوات في الكنائس إلى حالتها الطبيعية بعد أن أصبح الوضع الوبائي أكثر استقراراً واحتواءً. واعتبرت البطريركية في بيان صادر عنها أنه من الممكن العودة إلى الممارسات الاعتيادية خلال الاحتفالات الليتورجية، وأضافت أن هذا يعني أنه يمكننا الآن العودة إلى التبادل الطبيعي للسلام وإلى التوزيع الطبيعي للمناولة المقدسة. تحت مظلة اتحاد الرهبانيات في الأردن وبالتعاون مع الهيئات الدينية والوكالة الألمانية لمشروع تحسين كفاءة استخدام المياه، عقدت ورشة تدريبية في عمان تم فيها عرض المبادرات التي ستقوم بها مختلف الجهات المشاركة بهدف الحد من مشكلة شح المياه في الأردن. وشارك في الورشة سكرتيرة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين من راهبات الوردية، وعدد من ممثلات اتحاد الرهبانيات في الأردن، وممثلون عن الوكالة الألمانية. هنأ رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة فوز محافظة مادبة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022،
وقال الدكتور بندر إن الجهود الحثيثة التي قمتم بها صاحب الجلالة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. نورسات، وبعد الإعلان الرسمي عن فوز مادبة بهذا اللقب العربي، ارتأت أن تخصص هذه الحلقة من كنيستي عن كنيسة القديس جورجس لروم الأرثوذكس في مادبة، والتي تحتضن بداخلها الخارطة الفسيفسائية. تقع على الخط البري الممتد لمسافة 30 كيلومتراً بين العاصمة عمان ومدينة مادبة مجموعة من المواقع الدينية القديمة، لكن أبرز هذه المواقع تتركز في مدينة مادبة التي يطلق عليها في الوقت الحاضر مدينة الفسيفساء. وقد جاءت هذه التسمية لاحتضان المدينة لخارطة فسيفسائية نادرة موجودة في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. ويقول راعي الكنيسة الأب نقول البلة في لقاء مع نورسات الأردن إن هذه الخارطة المعروفة لدى العالم أجمع تشمل بلاد الشام عامة بما فيها القدس والأراضي المقدسة، وقد تم اعتمادها باليونيسف وفي مجامع السلام العالمية كوثيقة رسمية تجسد تاريخ المسيحية في المنطقة. الفسيفساء عثر عليها أحد الرهبان وتوجه إلى القدس عندما رأى هذه الخارطة الجميلة، خارطة تقريبا تسمى بالميدل إيست أو خارطة بلاد الشام ومصر. وهذه الخارطة اليوم هي خارطة اعتمدت من اليونيسف كوثيقة رسمية، وقد اعتمدت أيضا في مجامع السلام العالمية، وقد ثبتت هذه الخارطة أراضي مصر لمصر ما بين اليهود والعرب. فالخارطة نسبة النجاح فيها والأكريت أو الدقة فيها 99%. وبالعودة إلى كنيسة القديس جورجيوس أو كنيسة الخارطة التي تعد من أهم وأقدم كنائس مادبة، فهي كنيسة رومانية أرثوذكسية تم بناؤها عام 1896 على بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي، يرتادها الزوار والسياح من كل بلدان العالم، وهي كنيسة عامرة تقام فيها الصلوات والقداديس وأغلب المناسبات في كل وقت. الكنيسة الآن عاملة ولا تزال نصلي فيها بكل يوم أحد وجمعة، يقام فيها الأكاليل والعزيات والعماميد وكل ما يتطرق إليه، ولكن الكنيسة أيضا أبوابها مفتوحة للزيارة، السياحة الداخلية والسياحة العالمية، فيأتينا من كل أطواف العالم لزيارة هذا الموقع الجميل المهم بمفهوم المسيحية على خارطة الأرض الموجودة في الكنيسة. ويؤكد الأب نقولة أن مدينة مادبة الواقعة في إقليم وسط المملكة عريقة بتاريخها وأصيلة بأهلها مسلمين ومسيحيين، وأن سكانها الذين يغلب عليهم الطابع المسيحي هم مزيج من مسيحيي المملكة الذين فضلوا الإقامة فيها لطبيعتها الرائعة ومعالمها الجميلة ونسيجها الاجتماعي الفريد.
الرعية في مادبا متكونة من كل أطياف هذا البلد، معظمهم جاءوا من الكرك ومنهم أيضا من الصل، والآن في مادبا من كل شتات الأردن حسب حاجة الإنسان وقربه لعمله. أبناؤنا المؤمنين في مادبا الأرثوذكسيين أو المسيحيين عامة ما يقارب حوالي 20,000 نسمة، نصف منهم أرثوذكسة في مادبا، يدعمون مدارسنا، يدعمونا، وبيننا خلطة جيدة ما بيننا وبين أخوتنا الآخرين الإسلاميين في مادبا، نقوم بزياراتهم ويجبرهم بزيارتنا في الأعياد وغير الأعياد وفي الأفراح والأطراح. والحمد لله مادبا كباقي الأردن تحت النعيم الهاشمي الذي هو الاستقرار والمحبة والعطاء، الوطن للجميع والله لكل من يؤمن به. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين قدس الإرشمندريت سابا حوراني الرئيس الروحي لمحافظة الكرك عضواً في المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية. وجاء هذا التعيين للتسهيل على أبنائنا الروحيين في جنوب المملكة، حيث تم إنشاء مكتب خاص تابع للمحكمة الكنائسية من أجل خدمتهم في المعاملات القانونية كحصر الإرث والتخارج والوصاية والتصديق وغيرها، حيث سيتم إتمام هذه المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة في عمان. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نور سات الأردن سعادة هيفاء النجار عضو لجنة التربية في مجلس الأعيان، وكان موضوع حلقة هذا الأسبوع بعد العودة إلى المدارس التعليم إلى أين، حيث أشارت ضيفة البرنامج إلى أنه على الرغم من تقدم الأردن في المجال التعليمي إلا أن هناك بعض السلبيات في العملية التعليمية. المزيد في هذا الحوار. ما أجمل الحياة وإحنا عائدين للمدارس، ولكن هذه العودة بالذات لها معنى كان مختلف، لأنه إحنا كنا فعلا بحالة ابتعاد 18 شهر والمدارس كانت بلا حياة. صحيح كان في تعلم من خلال المنصات الإلكترونية، صحيح حاولنا أن نقدم محتوى تعليمي من خلال منصاتنا الإلكترونية، ولكن لا شيء يعوض عن وجود الطلبة بحوارات يومية مع بعض، إحنا نتعلم من بعض، من وجود الطلبة بالمختبر، من وجود الطلبة مع بحوار ديبيت تفاعلي، وجودهم مع زملائهم، وجودهم بالملعب عم بيلعبوا كرة سلة وكرة قدم، وعم بس على المسرح عم بيقدموا أغنية. اليوم غنوا معهدي يا معهدي، غنوا موطني، ممكن نغني أونلاين، غنينا موطني أونلاين، بس مش زي ما نكون مع بعض نتطلع في بعض صح. ونعيد النظر والتأمل بكيف كنا ندير العملية التعلمية التربوية. يعني اليوم أنا سألت طلاب مين جديد في المدرسة اليوم، رفعوا ايديهم، قلت لهم أنا زيكم، أنا جديدة، حتى لو أني ختيرت السنين بهالمدرسة أنا جديدة. إيه كيف أنتم؟ أنا جديدة متجددة، عدت وجاهيا من المدرسة بحلة جديدة، أنا لم أعد هيفاء نجار التي كنت قبل 18 سنة. اليوم إذا أنا بالتعليم الوجاهي بالعودة للمدرسة ما كان عندي منظار جديد لدوري، منظار جديد للمدرسة، منظار جديد لزميلي، منظار جديد لكيف العلاقات الإنسانية بهاي المدرسة، وقدرتي على مواجهة نقاط الضعف اللي إحنا عنا إياها منمارسها، وعلينا بهيك بصدق إنه نعترف فيها إنه أخطأنا هناك، لا كان لازم نعمل هذا أحسن، لا كان لازم يكون في عنا نظرة استباقية، كان عنا رد فعل بهذا المجال. كيف بدنا نعلم طلابنا مع بعض أن لا نخاف من الخطأ، أن نكون مساءلين، أنا بدي أقدم حالي نموذج أمامهم للمساءلة. لكن أبونا مع هذا التعليم الأونلاين كان مهم، تجربة مهمة للأردن وعلينا أن لا نهملها. هل نجحت؟ في بعض الأماكن نجحت نجحت ونجحت نجاحا نعم. إذا بدنا نحكي بمعايير دولية نجحت نجاحا جيدا وكبيرا حتى نعم.
ولازم بحكي بتواضع، في مدارس في الأردن صحيح. في 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 مناهج الدولية أثبتت إنجازا كبيرا، ويعني العالم اعترف بنتائج طلابنا، وطلابنا اليوم تم قبولهم بأحسن جامعات العالم. ولكن هذا لا يعني أن لما بيكون في مدرسة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر حتى عشرين إحنا لا نمثل الأردن. بالتأكيد الحكومة وزارة التربية والتعليم بذلت جهد أن تعطي البديل، وعلى عجل أطلقوا منصات، أكثر من منصة إلكترونية، شغلوا التلفزيون التربوي، ولكن هذا لا يكفي بالتأكيد. أنت سألت، بالتأكيد هناك فاقد تعليمي حتى عند المدارس. أنا برأيي هناك فاقد تربوي. احتفلت رعية كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بعيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث أقامت قداساً احتفالياً بهيجاً ترأسه الأب حنا سالم، وبمشاركة عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس الأب حنا سالم كاهن رعية البشارة في بيت جالا القداس الاحتفالي بعيد ارتفاع الصليب، وبمرافقة الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي، والأب بطرس حجازين، والأب طوني حيين، وبحضور الراهبات وحشد من المؤمنين. وقد تزين الهيكل بالصليب المقدس المكلل بالورود وبحبات الرمان والعنب التي زينت المكان. وفي كلمة الأب حنا الذي وضح معنى هذا العيد وشرح معنى هذا اليوم المقدس والذي له تذكارات متعددة ترمز إلى انتصار السيد المسيح بقيامته من بين الأموات. بنعيد على جميع المؤمنين في العالم المسيحي بأجمعه وفي العالم كله، بنصلي وبنطلب إنه الرب بصليبه المقدس يخلصنا من كل شر، ويخلصنا من كل خطيئة، ويخلصنا من كل مرض ومن هذا الوباء، لترجع حياة الإنسان كما كانت وكما يريدها الله. نطلب للعالم السلام، نطلب لبلادنا السلام من صليب الرب، مصدر الخلاص ومصدر السلام. بنعيد على الجميع، بنعيد على نور سات، وبنشكرهم دائما على مرافقتهم إلنا في هذه الاحتفالات. ربنا يبارك الكل، كل عام وانتم بخير. وبهذا العيد نتذكر الصليب اللي حمله يسوع المسيح حبا بالبشرية، وأيضا نتذكر الصلبان اللي نحن نحملها. يسوع المسيح أعطى معنى للألم عندما قبل الصليب اللي كان معني للإنسان، حمله بحب وبفرح كبير. هذا الحب والفرح يجب علينا أن ينتقل إلى كل جيل، وخصوصا بهاي الفترة اللي في كتير أماكن في العالم ناس متألمين بسبب الحروب والنزاعات. بنصلي من أجل كل الأشخاص المتألمين، من أجل كل الأشخاص اللي بتألموا لحالهم. وفي هذا اليوم المبارك بنعرف أنه يسوع المسيح انتصر على الألم، حمل الصليب بحب كبير، ومن خلال هذا الانتصار يصبح لدينا رجاء. وبعد القداس اجتمع جميع المؤمنين في ساحة الكنيسة حيث وضع الصليب المقدس، وعلى وقع الصلوات والتراتيل تم إشعال النار من قبل الكهنة وأخذ البركة، وبعدها تم توزيع حبات الرمان وعناقيد العنب على المؤمنين. عيد الصليب هو عيد الشعلة. احنا بنتذكر انه القديسة إيلاني اجت على القدس عشان تفتش على الصليب، قعدت تفتش لحديت ما لقت الثلاث صلبان، اللي هو صليب المسيح، صليب اللص اليمين واللص اللي على الشمال. هلا علشان يتأكدوا مين هو كان الصليب تبع يسوع، جابت مريضة وحطته على أول صليب ما شفيت، حطته على الصليب الثاني وبرضه ما شفيت، حطوه على الصليب الثالث شفيت، ولما شفيت عرفوا انه هذا هو الصليب المقدس، صليب يسوع المسيح. هلأ ما كان بهذاك الوقت في لا تلفونات ولا وسائل للإشهاد. في القدس كان في عنا 7 تلال، الإشارة كانت انه يولعوا الشعل على 7 تلال وولعوهم، وهذه كانت الإشارة تبعت الشعلة علشان تبين عيد الصليب. وعلشان هيك احنا بنحتفل بعيد الصليب، هو عيد الشعلة اللي أظهر وجود صليب يسوع المسيح.
للنرسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. أقامت كنيسة ارتفاع الصليب للاتين في بلدة الرميمين بمحافظة البلقاء قداسا احتفاليا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس. ترأس القداس الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في البلدة بحضور الأب رياض حجازين كاهن كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط واثنتي عشرة راهبة من راهبات القديسة الأم تريزا وعدد كبير من الرعاية في عمان والفحيص. وأكد الأب حجازين في عظته على أن الصليب هو مفتاح الحياة وسلاحنا الروحي وهو علامة انتصار المحبة على الحقد والكراهية، ويتعين علينا أن نفتخر بهذا الصليب كونه صليب الحب والغفران والأمل والرجاء والقوة والانتصار. وقد رفعت الصلوات والأدعية أن يحفظ الله شعبنا ووطننا في أمنه واستقراره في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية. واختتم القداس بتوزيع الرمان على الحضور. فأمام صليب يسوع يجب أن لا نخاف ولا نتراجع ولا نرفض ولا نكفر، بل أن نفتخر به على مثال القديس بولس القائل: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فلا نهمل الصليب في حياتنا حتى لا نسمع كلمات العتاب هذه: أنا النور فلن تبصرني، أنا الطريق ولن تتبعني، أنا الحق ولن تصدقني، أنا الحياة ولم تلتمسني، أنا سيدك فلم تطعني، أنا إلهك ولم تعبدني، فإذا ما شقيت فلا تلمني. أخيرا أيها الإخوة، بعض نقاط عملية نأخذها من هذا العيد. أولا، أن نرسم إشارة الصليب بلياقة واحترام، متذكرنا حب يسوع لنا، قمة حب يسوع وهو على الصليب. ثانياً، ساعة المحن والتجارب والشدائد لنلجأ إلى يسوع القائل: تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم. ثالثاً، أن لا يكون الواحد منا صليباً للآخر، ولا سيما إذا كان هذا الآخر فرداً من أفراد البيت. أنهي حديثي مجدداً بكلمة القديس بولس: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وأيضاً بكلمة القديس يعقوب الكابوشي: صليب الرب حبيب القلب. آمين. تم على مسرح مدرسة تيرا سانتا في جبل الويبدة إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت تحت إدارة راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم وبدعم من البعثة البابوية في الأردن. ويساعد هذا الموقع مربي ومربيات التعليم المسيحي في المدارس والمراكز التعليمية على تحضير المواضيع الخاصة باللقاءات الدينية. وقد أطلق على هذا الموقع اسم مركز يوحنا المعمدان للتعليم المسيحي. موقع مركز يوحنا المعمدان نعمل للمربين ومربيات التعليم المسيحي. كل واحد بيشتغل بالتعليم المسيحي من مدارس، من كشافات، من رعاية. هذا الموقع نعمل لإله. إجت الفكرة لأنه بالأردن ما فيها، نفتقد هالمراكز للتعليم المسيحي ونفتقد المواقع الإلكترونية أونلاين للتعليم المسيحي، فإجت الفكرة أنه نعملهم شيء يساعدهم بتحضيرهم للتعليم المسيحي. البعثة البابوية نشكر ربنا هي اللي دعمت هذا المشروع وساعدونا الشباب أكيد بهالإجراءات هاي. نحن كرهبات عنا مواد كتير كبيرة للمواد للتعليم المسيحي، فقلنا ليش ما تكون بين إيدين هالشباب والصبايا اللي عم بيتعبوا وهم بيحضروا، فحطينا هالوسائل بين إيديهم عشان تتوفر لإلهم ويكونوا مرتاحين وهم بيحضروا، وبالآخر بدنا نوصل للطفل نفسه أنه يتقابل مع يسوع المسيح. أخذنا اسم يوحنا المعمدان كمثال لنا، قدوة لنا، لأنه هو كان بيشير للمسيح ويقول صوت صارخ في البرية، كان هو بيعد الطريق لمجيء المسيح. المربي كمان هو بيعد الطريق لمجيء المسيح، فعشان هيك أخذنا هذا الاسم وهو شفيع لنا. بنشكر احنا كل اللي بدعمنا زي حضرتكم انتم النورسات بتدعمونا انه انتم بتوسطوا هالموقع لأكبر عدد ممكن. شكرا لكم.
طبعا احنا بنفتخر بهالشيء لانه البعثه البابويه والجهات الكنسيه بشكل عام عم بدعموا الشباب اللي هم عم بيحاولوا يكون عندهم مجال في تطوير الانظمه او حتى كل شخص يخدم حسب مواهبه. فبالتالي هاي خطوه يعني جدا قويه بحيث انه احنا نستفيد من الطاقات الموجوده بكنايسنا بين الشباب والصبايا على الطوائف المختلفه. حاولنا قدر الامكان بهذا الويب سايت انه نعمله بطريقه كديزاين يكون كتير سهل من ناحيه الالوان، من ناحيه ترتيب المواضيع، بحيث انها تكون سهله بحيث اي حدا ممكن يستخدمها لجميع الفئات، ان كان فئات براعم، شبيبه، كشاف، مسؤول، بحيث انه الكل يقدر يستخدم هذا الموقع بطريقه سهله وبتصميم سهل وناجح إن شاء الله. بالنهاية نحن نتمنى النجاح لهذا المشروع، واليوم بلش وإن شاء الله ما رح ينتهي ورح يستمر. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان رفع الصليب الكريم المحيي. وقد أغنى الحلقة عبر الهاتف كل من الأب فرح حجازين والأب بسام شحتيت، حيث تطرق الحوار لعدة محاور حول المفهوم المسيحي للصليب في العهدين القديم والجديد وحياتنا المعاصرة. فإلى هناك. تخبرنا أبونا عن هذا العيد وعن رمزيته وعن أهميته للمؤمنين والمسيحيين. ما في شك على أنه الصليب والمصلوب هو مدرسة، مدرسة فضائل نستطيع أن نتعلم منها مثلا أهم شيء فضيلة المحبة وفضيلة الغفران، لأن الصليب هو تعبير عن محبة يسوع اللامتناهية لكل واحد فينا، ليس من حب هذا من حب أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. كذلك هو بعلمنا فضيلة الغفران، لأن المسيح من على خشبة الصليب أيضا غفر لأعدائه حتى يكون قدوة لنا. أبونا جورج الله يخليه أعطانا تاريخ زي ما بقول التاريخ المدني لربما عن وجود الصليب، ولكن أنا بدي أعطي تاريخ الصليب وصلب المسيح في الكتاب المقدس. راح يكون حديثي الصليب في العهد القديم، الصليب في العهد الجديد، الصليب في حياتنا المسيحية، الصليب رمز للمحبة. أولا الصليب في العهد القديم، الصليب المقدس هو محور ديانتنا المسيحية، إذ عليه ترتكز عملية الفداء، وبدونه لا فداء للبشرية. فمنذ العهد القديم والله يهيئ الناس لقبول هذا الحدث، أي موت يسوع على الصليب. في العهد القديم هناك الكثير من الأحداث التي شاءها الله لكي ترمز لهذا الحدث، والتي لا نستطيع فهمها إلا على نور الصليب. أولا يوسف الذي خانه وباعه إخوته لتجار مصر، يرمز للسيد المسيح الذي باعه يهودا وخانه التلاميذ. ثانيا تقدمة إبراهيم لإسحاق، ترمز لتقدمة الآب للسيد المسيح على الصليب. ثالثا الحية النحاسية التي أقامها موسى في الصحراء سيناء، ترمز لصليب السيد المسيح كما قال المسيح نفسه في الإنجيل: كما رفع موسى الحية في البرية كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لينال به الحياة الأبدية من يؤمن. كذلك يونان النبي في بطن الحوت مدة 3 أيام، رمز للسيد المسيح الموضوع في القبر 3 أيام، والمسيح نفسه قال: كما أن يونان النبي بقي في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. وهناك أحداث أخرى في العهد القديم نذكر منها الحمل الفصحي في العهد القديم، دمه الذي كان يرش على مداخل البيوت وينجي أهلها من الهلاك، رمزا لدم السيد المسيح حمل فصح العهد الجديد. ثانيا الصليب في العهد الجديد، تكلم المسيح بصراحة لتلاميذه أنه آت لكي يتألم ويصلب فداء عن البشر. قال يسوع خاطبا اليهود: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، إذا رفعت من هذه الأرض جذبت لي الجميع، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يجب أن يرفع ابن الإنسان، كما بقي يونان النبي في بطن الحوت هكذا يبقى ابن البشر في بطن الأرض. حبة الحنطة شاء
قدها يسوع نفسه بحبة الحنطة التي لم تقع في الأرض وتمت، بقيت وحدها، وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا. وأيضا قال يسوع لتلاميذه: إن لصاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتمة، يحكمون عليه بالموت ويسلمون إلى الوثنيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. كيف عم بتشوف يعني معنى الصليب؟ عم نحكي كنا عن معنى الصليب بنفوس شبابنا هالأيام، فأنت هيك من علاقاتك، لأنك أنت كمان مرشد وراعي لعدة نشاطات شبابية في كنيستكم، كيف قاعد عم تنظر لهالشباب؟ هل تغيرت نظرتك لطريقة التعامل مع الشباب؟ لأنه عم نحكي إنه كيف بالزمانات كانوا، كيف هلا تغيرت؟ أكيد النظرة من قديما من الثمانينات والتسعينات لليوم صار في تغيير كبير. كان بالقديم الخوري هو اللي بيشرف على كل النشاطات، هو المرجع الأساسي، وهو اللي بيعمل يعني تقريبا كل إشي. نعم. وهاي الفكرة من قديم إحنا حاولنا إنه نغيرها من خلال إنه الشباب هم يستلموا المسؤوليات وهم اللي يكونوا القادة، فصار في تغيير كبير بهالاتجاه. نعم. اليوم صاروا نفس الشبيبة أو الكشافة والمسرح الكاثوليكي والأخوية، كل النشاطات وخصوصا الشباب هم نفسهم بيقودوا نفسهم يعني، والخوري هو صار مرافق. نعم. روحي لإلهم وموجه، فهاي بتصور انه من الأشياء المهمة جدا، ومش بكل المحلات يعني، ولكن شوي شوي الشباب صاروا يعطوا من ناحية كانوا إدارية واجتماعية ولوجستية، ولكن كمان من ناحية روحية بعطوا مواضيع. وأنا من حوالي شهر أعطوا المسؤولين عندنا أعطوا موضوع، حتى حكيت لهم أنتوا أعطيتوه أحسن منا. فيعني هالتعمق الروحي هم في وطريقة إدارتهم صار في تطور يعني، صار في عنا قيادات شابة بتقود بشكل حلو، وصار في تطور بهاي الناحية بكل الكنائس يعني بكل الاتجاهات، فنشكر الله يعني عليها. وبده شغل إنه المسؤولية علينا إنه دائما تعدي قادة، لأنه في ناس قيادات بتخلص أو مسؤولين بيخلصوا، بدك تعدي مسؤولين إنه يستلموا محلهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك بتسالا يدشن بيت مار أنطون البدواني برعاية الكهنة المسلمين في صويفية. البطريركية اللاتينية تعيد الصلوات إلى حالتها الطبيعية تبعاً لاستقرار الوضع الوبائي. المنظمة العربية للسياحة تهنئ جلالة الملك بفوز مادبا كعاصمة السياحة العربية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.